السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم على قناتكم اجنس اون لين مرتيل. جناكم ان شاء الله اليوم فيديو جديد اللي غادي يكون عباره على ميني فلوغ اللي غادي نوريكم طريقه كيفاش جبنا شاومي برو 2. بالنسبه لهذه الانواع ديال السكوتر، هو صراحه ما كاينش نوع واحد، كاين بزاف ديال الانواع، ولكن الاختيار ديالنا البرو 2 هو جا انطلاقا من بعض المميزات اللي كتمتاز بها عكس لي مارك اخرين. فاذا بغيتو تعرفوا عليها اكثر خليكم مع الفيديو. بالنسبه لي مارك اللي كاينين عند شاومي، فعندهم اكثر من مارك وحده، منهم هذه البرو 2، هذه هي اخر حاجه حاليا عندهم. كاين البرو العاديه، وكاين الاس 1، وكاين الام 365. وبالنسبه لي مارك اخرين، فصراحه كتلقى الاثمنه من 3000 درهم وكيوصلوا حتى المليون ونص، مليون و800، على اساس لي كونفيغ اللي فيهم، او لا لوتونومي، او لا لا فورم ديالهم كيفاش عامله، واش هي نورم عاديين، او لا بالنسبه للماتيريال كتلقى ماتريال يعني قاصح ويمكن انه يدوم لك اكثر. هذا الشيء اللي كيغير الاثمنه ديالهم. كما شفتوا، فهذا واحد الانبوكسين خفيف بالنسبه للسكوتر برو 2 ديال شاومي، اللي صراحه من ناحيه ديال الكاليتي راه واعر بزاف وغادي يعجبكم الناس اللي غادي ياخذوها ان شاء الله. ولكن بيان سور بالنسبه للثمن، فراه كلشي كيقولها الثمن شويه طالع، بحكم ان هاد الانواع ديال لي سكوتر هادوما راه ما كاينينش بزاف في المغرب، داكشي علاش الثمن ديالهم شويه طالع. ولكن كاين ديال 3000 درهم الناس اللي بغاو غير سكوتر يكون الكتريك، فكاين ديال 3000 درهم. وبالنسبه للناس اللي على برا، راه ديجا الدوله كتخلص معكم، يعني كي بعض المرات كيوصل 60% ديال التخفيض، فيمكن انكم تاخذوهم ويكون الثمن ديالهم اقل من هذا الثمن اللي قلنا. وقبل هادشي كامل، غادي نرجعوا للنهار اللي فكرنا اننا نشريو هذا شاومي برو 2، واللي جينا حتى للرباط باش ناخذوه. كما كتشوفوا فهاد البلاصه هذه، هذا هي لاكار ديال طنجه. كنا كنسينو الوقت باش اننا نمشيو، وكما كتشوفوا فقطعنا البي ديال الي وروتور باش ما يوقعناش اشكال بيان سور من ناحيه ديال ديبلاسمون، فما باش نلقاوش اشكال من بعد نلقاو لي بلاص انهم عامرين، فقطعت الالي وروتور باش ما نطيحش في هذا المشكل بحال هذا. كما كتعرفوا، فالمدة الزمنية باش توصل من طنجة للرباط هي ساعة ونص، وهادشي اللي استغرقناه باش اننا نوصلو. وصراحة بالنسبة للتي جي في ما كاين لا عيالات شي حاجة، الناس اللي ركبوا فيها راه عارفين هاد القضية هادي. كما كتشوفوا فحنا وصلنا دابا للرباط، كاين بعض الأسئلة اللي يمكن يطرحوا علينا علاش مشينا حتى الرباط، حيت صراحة ما كايناش يعني هنايا في الشمال ما لقيناهاش، كنا لقيناها عند ناس في كازا والرباط، داكشي علاش كان اوبليغاتوار خصوصا في هاد اللوم اللي مشينا حنايا، راه كان اوبليغاتوار خصنا نمشيو حتى الرباط باش اننا نجيبوها. وبحكم اننا ما كنعرفوش المحلات اللي لقيناها عندهم، فكان ضروري اننا خصنا نمشيو برجلينا. نتوما عارفين دابا راه كلشي كيوصل حتى الدار، ولكن ملي يكون شي مونطون كبير فمن الاحسن انك تمشي وتشوف واش ديك المحل فغيمون كاين ولا لا.
وبالنسبة للناس اللي بغاو ياخدوها فحاليا راه موجودة في الشمال، موجودة عند واحد المحل في طنجة، ولكن الثمن بيان سور كيكون غلى من الثمن اللي كتقدر تلقاه مثلا في الرباط او لا في كازا. مثلا الثمن ديالها في الرباط وكازا ما بين 6000 درهم حتى 6300، بيان سور راه كاين محلات كيوصلوا حتى 7000، وبالنسبه لطنجة الثمن راه فايت 7000 درهم. فالناس اللي عندهم مثلا الناس في الرباط ولا كازا من الاحسن يسولوا على راسهم وياخذوها بثمن اقل. هاد لي فيديو اللي كتشوفوا دابا فهما لي فيديو ديال الرجوع ديالي، يعني خديتها عند السيد وراجع. صراحه كرفصاتني في الطريق، ولكن معليش الحاجه اللي كتكون كتعجبك ماشي مشكل واخا تحدب عليها. والمشكله ان كانت ما كايناش يعني في طنجه، فكان ضروري انني خصني نمشي حتى للرباط ولا كازا باش نجيبها. كما شفتوا فبحكم ان تي جي بي ما كاينش نيشان للرباط، يعني كان خصني نركب في التران عاوتاني ننزل منه ونركب عاوتاني في تي جي بي باش نوصل لطنجه. وصراحة تقيدة، فإذا كنت غادي تعب بها بوحدك فكون عوال أنك تكرفص. دابا كنت كنتسنى تي جي بي اللي غادي يوصلني طنجة. هاد البلاصة هادي كنظن هي قنيطرة إذا بقيت عاقل. وهنا وصلنا لطنجة. الناس اللي كيسولونا في الكومنتير على الأثمنة، كما كتعرفوا في التي جي في عنده أثمنة كتختلف، إذا قطعتي في نفس النهار فالثمن كيكون طالع، وإذا قطعتي قبل النهار أو قبل يومين فالثمن كيكون ناقص. الناس اللي بغوا يعرفوا الأثمنة ما عليكم عيد دخلوا للسيت ديالهم، راه كاين كاع الأثمنة على كاع لي فول. الناس اللي باغيين يسافروا أو لا بغاو أنهم تاهما يعملوا التجربة اللي عملناها ويمشيو ياخدوها من شي محل اللي كاين في الرباط ولا كازا، وبيان سور غادي تاخدوها بأقل من الثمن اللي كاين في طنجة. وهنا وصلنا لطنجة. الناس اللي كيسولونا في الكومنتير على الأثمنة، كما كتعرفوا في التي جي في عنده أثمنة كتختلف، إذا قطعتي في نفس النهار فالثمن كيكون طالع، وإذا قطعتي قبل النهار أو قبل يومين فالثمن كيكون ناقص. الناس اللي بغاو يعرفوا الأثمنة ما عليكم عيد دخلوا للسيت ديالهم، راه كاين كاع الأثمنة على كاع لي فول. الناس اللي باغيين يسافروا أو لا بغاو أنهم تاهما يعملوا التجربة اللي عملناها ويمشيو ياخدوها من شي محل اللي كاين في الرباط ولا كازا، وبيان سور غادي تاخدوها بأقل من الثمن اللي كاين في طنجة. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا مع قناتكم اجل صوني ناتيل. اليوم ان شاء الله جينا تيستيو هذا شاومي برو جوج اللي ان شاء الله غادي نشوفو لوطونومي ديالها. كما كتشوفوا انا غادي نحاول نبين لكم لابليكاسيون ديالها. نورمال هي هذه، دونك كتكليكي على هنايا وبيان سور خصها تكون عندك مشعوله. دونك انا باغي ما حيدت حتى شي هنا التيكي ديالها، دونك كتكليكي على هنايا باش تشعل ويقدر تكونيكتيها مع البلوتوث. حنا غادي نشوفو الوغ. دابا شفتو لوطونومي نورمالمون بالنسبة للباتري فيها 98%. نسيت صراحة شحال كان الضربة ديال الكيلومتر. المهم هنايا كما كتشوفو عندكم مود ستاندار، جوست كتكليكي دوبل كليك هنايا كيتبدل. مثلا كتشوف المود ستاندر داك اللي كدوبل كليك على هذا البوطون هذا كيتبدل لنا المود سبور. مود ستاندر نورمالمون عنده 15 كيلومتر باش كيمشي، مود سبور كيمشي 25 كيلومتر في الساعه. وهنايا كاين هذا ديال بيتون، نورمال داك كيمشي بشويه اذا كنتي باغي مثلا تخلي يعني السرعه كتكون قليله، ثم عاوتاني كترجع للمود ستاندر ديالك عادي. انا كيعجبني المود سبور اللي هو هذا. واليوم ما شاء الله غادي تشوفوا واحد التوه باش نشوفوا لوطونومي ديالها 98% شحال راه غادي تضرب ديال الكيلومتر. بالنسبه للاوتونومي ديالها من عند الشركه فهي كتضرب 45 كيلومتر، ولكن ما خصكش تكون ماشي بمود سبور، خصك تكون ماشي بالمود العادي اللي هو ستاندر اللي كيمشي ب 20 كيلومتر في الساعه. اذا كنتوا باغيين نعمل لكم اي يعني نشوف نقدر نمشي للمدينه ديال الرينكون او للمدينه ديال المدينه ديال تطوان، يمكن تخليوا لي التعاليق ديالكم في اسفل الفيديو ونشوف اذا بغيتوا نعمل لكم هذه التجربه هذه وتشوفوا لوطونومي ديالها الناس اللي كيفكروا انهم ياخذوها.
صراحه الناس اللي غادي ياخذوها ما غاديش يندموا، حيت كما كتعرفوا المدينه ديال مرتي لا بزاف ديال المدن عندنا في المغرب كيكون في فصل الصيف فيهم الاكتظاظ، داكشي علاش شي سكوتر بحال هذا او لا شي بشكليت صراحه هي اللي كتنفع. داكشي علاش الناس اللي باغيين يسقسيو شي اسئله اخرين ما عليكم غير تخليوها في التعليقات وان شاء الله نجاوب عليكم في التعليقات، او اذا كانوا اسئله بزاف نقدر نجاوب عليكم في شي فيديو واحد اخر. وبيان سور كيما قلنا هي صراحه زوينه، راه غادي يكون فيها العيوب ديالها اللي بالنسبه لي صراحه ما شفتهمش من ناحيه ديال الماتيريال، بعكس انهم كاضافات اللي كان يمكن انهم يكونوا فيها وتكون محسن. كما كتشوفوا فهنا يمكن تمشي فيها في البيستا اللي هي زعما ماشي كراتيره كما نقولوا هنايا باللغه الدارجه عندنا هنايا في تطوان، يمكن تمشي بها، ولكن يستحسن انه اذا كانوا فيها ليمين تيبادوريس، هذا المصطلح هو تطواني ما كنظنش ان الكل غادي يعرفوا، كانت غادي تكون افضل. ولكن اذا مشيتي بشويه صراحه ستابل وما غاديش تلقى فيها مشكل. واحد حاجه رديت البال قويتي ملي كنت كنعمل الانبوكسين، راه كتجي مع واحد البنو يعني اضافي، فاذا كان وقعت لك شي حاجه في الرويضه فيمكن واحد الرويضه انك تكون عندك في الكرتونه ويمكن تستعملها اذا وقع شي اشكال. وان شاء الله اذا بغيتي عاوتاني شي واحده اخرى راه يمكن تاخذها من الانترنت حيت موجودين، عليكم غير تقلبوا عليهم سواء انترنت موجودين حتى في المغرب. الناس اللي باغيين يشريوهم كرويضه سكر راه ديجا كيعطيوهم لكم واحده في الكرتونه، ويمكن تزيدوا عاوتاني شي واحده اخرى اذا كنتم من الناس اللي كيستعملوا الطريق اللي ماشي صالحه 100%، فبيان سور غادي يكون عندكم هذا الاشكال هذا.